الإصابة يا جماعة. بص إيهاب أمين رايح في الحتة البلايند أنجل أو الزاوية المظلمة، ما كانش المحترف شايفه، لف خبط إيهاب أمين، هما اتنين خبطوا ببعض بعنف. بصوا يا جماعة الخبطة جامدة قوي، لأن الأمريكاني كان بيلف بسبيد عالية. بص واحدة واحدة، بص خد الكرة بيلف بعزم ما فيه، حتى لو ما كانش إيهاب موجود على فكرة كان هيبقى باسكت، لأن أبو النصر ما كانش هيلحقه. فإيهاب أمين وقع حس بالخبطة. بص إيهاب أمين قام جري بالرغم إنه حس في دم على الأرض، بس كان بيجري عشان يلحق مشعل قبل ما يشوط بونت وايد اوبن. حتى مشعل يعني شاور، والمحترف وقع، الحكم كان بيشاور للجهاز الطبي مصير اتصالات ينزل. الغريب الجميل كمان مصير اتصالات دخل الدكتور على إيهاب امين، ما كانش شايف اللاعب. وطبعا عشان نطمن على إيهاب امين ونقول له الف سلامه، لازم يكون معنا عبر الهاتف. إيهاب الف سلامه عليك. كابتن هيثم الله يسلم حضرتك، ربنا يخليك. يعني احنا امبارح اشدنا بالاداء الرجولي، يعني انت امبارح رايح دبل تيم على الامريكي وجاي له من بلايد انجل، وده انت كنت عارف ان ممكن يعني يبقى في خبط او التحام، فكلمنا عن الاصابه وطمنا عليك يا إيهاب. الحمد لله الاصابه يعني راسي اتفتحت، واعتقد هو كمان راسه اتفتحت، بس الحمد لله بسيطه. اخدت غرز بعد الماتش ده على المستشفى، اخدت غرز. كم غرزه يا إيهاب؟ والله مش عارف، انا قلتهم تجميل. الغرز بتبقى في التجميل بره وجوه، فممكن يبقى عدد كبير. بالظبط. طب انت يعني هل في وجع؟ هل في حاسس بوجع؟ لان جات لك في حته صعبه شويه يا إيهاب. طبعا يعني في وجع وراسي ورمت شويه، بس ده طبيعي يعني في الباسكت، حضرتك عارف ان ده عادي يعني جزء من اللعبه. وهو المحترف برده بصراحه يعني اديله حقه، هو كويس جدا وفيري فيزيكال ومهاري، فتعبنا معاه بصراحه امبارح، بس الحمد لله ان احنا لعيبه رجاله وقدرنا نكسب يعني. معلش طبعا انا طب يعني دخلت على الاصابه على طول، بس انت كمان يعني شفنا امبارح واشد برجولتك يا إيهاب، ان انت حتى بعد ما اتخبطت انت بتجري عشان تلحق مشعل الوايد اوبن عشان تجرد عليه او تدافعه، وده يعني مش غريب عليك، يعني انت لعبك كل رجوله يا إيهاب. يعني انت لما اتخبطت انت ما شفتش حاجه، انت رايح على مشعل توقفه. هو اول حاجه يعني كنت، هو احنا كان الخطه الدفاعيه ان احنا هنحاول نروح عليه دبل تيم، وبعد اول ما طلع الكوره من ايده كل واحد بنحاول نروتيت نرجع لمان. فانا اول ما اتخبطت اول حاجه فكرت فيها يعني ان انا ارجع لماني، وبعدين يعني حسيت بوجع جامد، وبعدين حسيت ان في دم، بس بعديها وقعت. لا الف سلام عليكم. على فكره انت ادائك رجولي يا إيهاب، ويعني يعني بان يعني موقف زي ده مش مترتب له، يعني انت وقعت، احنا بنعيد اللقطه وانت موجود، انت وقعت على الارض وقمت جري تلحق مشعل. يعني حقيقه ده حتى اي مدرب لما يشوف حاجه زي كده، مدربين بيحبوا اللعيبه اللي من نوعيتك الرجوله. الحمد لله. يمكن يعني مش انا بس والله، يمكن الفرقه كلها امبارح، او في ناس كتيره في الفرقه بتلعب على اصابات، يمكن سيف سمير بالذات لسه راجع من اصابه وعامل ماتش كبير قوي امبارح، مع انه يعني ما اخدش وقت كتير في التمرين. صحيح. بس يعني حابب اديله حقه بصراحه في ماتش امبارح، ان هو كان جزء كبير قوي. صحيح. فوزنا امبارح. طب قول لي يا إيهاب، يعني ممكن تلحق ان شاء الله ماتش الجمعه بمصر التامين، ولا ممكن يفضلوا يريحوك الجهاز الفني؟ والله احنا لسه اخدين يوم بيوم، بس اعتقد ماتش الجمعه ممكن يبقى صعب. بس يعني ان شاء الله ان شاء الله ماتش الاثنين، ماتش الزمالك طبعا ماتش مهم وماتش كبير هحاول الحقه، بس لسه احنا ماشيين يوم بيوم، فان شاء الله يعني يبقى في اخبار احسن بكره ان شاء الله. النهارده طبعا كده كده الفرقه كلها بالسيراجوستي مدينا راحه كل الفرقه. طب هايل. بكره هشوف بقى الغرز، هروح للدكتور تاني وربنا يسهل. وكمان بص يا إيهاب، انت سلامتك رقم واحد، خلي بالك يعني احنا بنسال عليك لسلامتك، لانه طبعا انت لعيب كبير ونجم وتهمنا بكل الاشكال ان انت تبقى سليم. ربنا يخليك يا كابتن. طب إيهاب يعني طبعا، بس انا عايز العب طبعا الماتشات دي. انا عارف اذا كنت انت متعور وقايم ازاي مش عايز تلعب، فطبعا دي حاجه احنا متاكدين منها يعني. طب إيهاب انا عايز اسالك برضو، انت يعني الحمد لله الاصابات بترجع، الدنيا بتبقى الحمد لله افضل، انتوا حاسين بده ان انتوا كمان يعني بترجعوا تاني للفول باور بتاعكم ولا لا؟ طبعا، يمكن كان عندنا نقص كبير تحت الحلقه الفتره الاخيره باصابه مروان سرحان وسفر احمد حمدي، و دلوقتي الحمد لله يعني احمد اسماعيل جه، سيف سمير رجع من الاصابه، عمر طارق دخل فورمه، بيدو مستواه بيعلى ان شاء الله كيرف عالي بعد المينت اللي بدا ياخدها في الماتشات الاخيره، فده بيدينا ثقه كبيره قوي تحت الحلقه، وفوق الحلقه يعني بره قصدي يعني اللعيبه مستوى ثابت على فكره الفتره الاخيره. صحيح صحيح، يمكن برضو بعض الاصابات اللي مرت الفتره اللي فاتت، بس الجردات دلوقتي الدنيا مكتمله يعني. طيب إيهاب انتوا يعني الدوري، هل انتوا بعد الدور ده هنخش على البلاي اوف على طول، ولا في توقف خاصه المنتخب مش رايح لبطوله عربيه؟ هو يعني كده كده عندنا الويندو بتاع تصفيات كاس العالم في شهر 2، ف
فده اعتقد مستر روي هيبقى عايزنا قبليه بشويه عشان نجهز له. طبعا كاس العالم حاجه مهمه جدا طبعا طبعا منتخب وطموحنا كلنا يعني ان احنا نشارك فيه، فاعتقد ده هياخد فتره طويله، وبعد كده لما نرجع هيبقى على الكاس على طول دور الثمانيه في السيمي فاينل وبعدين البلاي اوف. طب يعني انت المنتخب الويندو هتبقى فين؟ فكرني كده تاني. في السنغال. في السنغال الويندو بتاعتنا بتاعت مصر هتبقى في السنغال صح؟ الشهر 2 في السنغال. ربنا يوفقكم يا ايهاب وتحققوا الحلم يعني بامانه، انتوا جيل يستحق الصعود لكاس العالم وربنا يوفقكم. دي حاجه يعني حاجه مهمه، انت عارف ان مصر كلها مستنياها. طبعا واحنا يعني احنا اولهم والله، احنا الجيل ده نفسه يلعب كاس العالم طبعا. اكيد يا ايهاب والف مليون سلامه، بشكرك على وجودك معانا وان شاء الله اتمنى لك كل السلامه يا ايهاب. الله يسلم عليك، شكرا كابتن عيسى. شكرا. طبعا كان لازم نطمنكم على ايهاب ونطمنكم على الفرقه ونطمنكم على منتخب مصر، لعيب نجم، لعيب راجل محبوب، الجمهور النادي الاهلي بيحب ايهاب.